السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير واموركم مزيانه. ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي جيت نشارك معكم ديال واحد المنتزه رائع كيتواجد في بوسكوره. يعني اللي عنده الوليدات راه هاد البلاصه غادي تحمقوا عليها. كي غادي تشوفوا واحد لاسباس فير كبير، كتلقوا وليداتكم كيلعبوا كيجريو، ما تتخافوا عليهم من حتى شي حاجه. كيبان لكم كاين هكذا لي ترامبولين، كاين ميني تيران دو فوت، كاين واحد لاسباس هكذا كيلعبوا فيه لا باسكيت. كاين يعني بزاف ديال الحويجات، دوك لي جو غونفلابل، يعني بزاف ديال الحويجات اللي غادي يحمقوا عليها الوليدات وما غاديش تخافوا عليهم. بالنسبه للبلاصه كتواجد في كيلومتر 14 طريق بوسكوره، يعني الا كنتو جايين من كازا تتلقاو شيوبه الخيمه على يدكم اليسار، كتزيدوا شويه تتلقاو ستاسيون بيترومين، تزيدوا شويه تقريبا مسيو بريكولاج ما بعيدش عليه، بعيد بواحد 3 كيلومتر. وباش كتستافدوا من هاد لي جو بالنسبه للوليدات، كيف غادي يبان لكم هاد البراسلي هذا، تتاخذوه ب 50 درهم وتيبقى للوليد وما فيه لا كونسوماسيون لا حتى شي حاجه، وتيبقى لاكسي هكذا غراتوي بالنسبه لي جو كاملين اللي كاينين في هاد لو بارك سميتو جو ريغولو. بالنسبه الفاتور ديالكم تتحطوها في واحد البلاصه امنه، واحد لاسباس فير فيه شجيرات يعني مظله، تيحسبوا ليه 5 دراهم، يعني تتبقاو طرونكيل من جهه لافاتور ديالكم. وداك لاسباس تبارك الله راه كبير، تيكونوا فيه بزاف ديال الحويجات، تيديروا فيه ميم هكا اللي بغى يدير شي انيفيرسير راه تيكون عندهم لانيماسيون ديك الساعه تتمشي كل واحد شنو تيبغي. كاين الكافي اللي تيبغي الكافي تياخذ شي حويجه هكا خفيفه تيبقى مقابل وليداته. كاين لو سناك ريستوران عفوا، فيها كذا لي بيتزا، فيه لي بات، ديك الساعه اللي تيبغي شي حاجه تياخذها. يعني شاركت معكم انا غير الكليصه اللي حمقتني بزاف. كي غادي تشوفوا كاين هاد لاسباس هذا، يعني بحال الاعمال اليدويه كاينه هنا رائعه. هذا مكان، يعني نتمنى تكون هاد الفيديو يعجبكم. ما تنساوناش من التعليق ديالكم، تخليوا لي كومونتير لي جيم، تشتركوا عندي في القناه لانه دائما كاين الجديد وكاين الهميزات. كيف غادي تشوفوا معايا، يعني البلاصه راه متسعه كبيره، كيف قلت لكم ما كتخافوش على الوليدات، يعني حسن من انكم ديوه مثلا لشي بارك دو جو تيكون داكشي مسدود. يعني هاد البلاصه انا باش عجبتني تطلقوا الوليدات كيجريو يعني على قدهم، ما تتخافوا عليهم من حتى شي حاجه. الخضوره تبارك الله الطبيعه، نتوما كترتاحوا، يعني بالنسبه للوالدين حتى هما كيرتاحوا بزاف. وهذا مكان، والسلام عليكم.